السلام عليكم. السلام عليكم. تعال إخوان شوفوا الظلم، شوفوا الظلم والحقرة اللي في هاد البلاد. تعال إخوان شوفوا، تسمعوا الظلم والحقرة اللي في هاد البلاد، الظلم والحقرة اللي في هاد البلاد. أنا كنطلب من خوتي باش يتابعوني في هاد اللايف، من هاد اللايف، من أجل الظلم والتظلم اللي كنعيشوه في هاد البلاد، من أجل الظلم والتظلم اللي كنعيشوه في هاد البلاد. علاش اخوتي؟ يلا خرج من سنتين ديال السجن، يلا خرج من سنتين ديال السجن، باقي ما كملت شهر، شهر باش خرجت من سنتين ديال السجن. كيحيت كنطلب التحقيق فقط، كيحيت كنطلب عيب التحقيق، ومن 2012 وانا كنطلب بالتحقيق، ومازال ها انا كنطلب بالتحقيق، 2023 هادي وانا مازال كنطالب بالتحقيق. ولا شي مسؤول بغى يحقق معايا، ولا شي مسؤول بغى يحقق معايا في هاد الشكايات اللي كندير. عندي اكثر من 200 شكايه، اكثر من 200 شكايه وانا كنشكي، ولا شي مسؤول في هاد البلاد بغى يحقق معايا. انا من هاد المنبر كناشد صاحب الجلاله، كناشد صاحب الجلاله الله ينصره والله يحفظه، كناشد صاحب الجلاله، تنقول لك صاحب الجلالة، من 2012 وانا كنشكي. انا كناشد صاحب الجلالة، ها هو انا كناشد صوتي لصاحب الجلالة الله ينصره والله يحفظه. انا كنقول لك صاحب الجلالة، علاش من 2012 وانا كنشكي، من 2012 وانا كنشكي، وهذه 2023 وانا باقي كنشكي، ولا شي مسؤول بغى يحقق معايا في هاد الشكايات ديالي. اللي كيحققوا معايا هو السجن، كيديوني السجن. وبغيت نقول لك صاحب الجلاله، علاش الفيديو ديال نعيمه شتيه في 10 ايام، والفيديو ديالي انايا من 2012 وانا كنشكي يا صاحب الجلاله، من 2012 وانا كنشكي، وتا واحد ما شاف هاد الفيديوهات ديالي اللي كندير، كتشوفوهم عمي كديوني السجن. علاش حتى واحد ما شاف هاد الفيديوهات ديالي انا؟ ونعيمه دارت فيديو ما كملتش 10 ايام، شفتوا الفيديو ديالها وامرتوا بالعفو عليها، الله يسهل عليها. انا كنطلب ليها الله يطلق سراحها، انا الاول بارطاجيتها وكلشي، كل انا ما كنبغي الحبس لتا شي واحد، ما كنبغي الحبس لتا شي واحد، ولكني انا كناشد صاحب الجلاله، انت ملك البلاد، انت امير المؤمنين، كناشدك صاحب الجلاله والله ينصرك. راه من 2012 وانا كنشكي، ولا شي مسؤول بغى يحقق معايا. فيديو ما كملش 10 ايام، شتي الفيديو ديالها، والفيديو ديالي انا من 2012 وانا كنشكي، كيشوفوه المسؤولين كيديوني على السجن، كيديوني على السجن فقط. هادشي باش هذا هو الفيديو ديالي اللي كيتشاف، انا كيتشافوا الفيديوهات ديالي، كنمشي على السجن فقط. راه حشومه وعيب وعار في هاد البلاد، حشومه وعيب وعار في هاد البلاد. يلا خرجت من سنتين ديال السجن، وعاود جاو عندي الشرطه عيطوا ليا، ها هما
عيطوا لي الشرطة عاوتاني الدائرة الأولى، هاي النمرة ديالهم، هاي النمرة ديالهم، هادي النمرة ديال الدائرة الأولى اللي في قصبة مهدية. عيطوا لي في التليفون وقال لي تجي عندنا. اش درت عاوتاني؟ اش درت عاوتاني باغا تردوني للسجن؟ اش درت عاوتاني؟ علاش الدائرة كتعيط لي في التليفون؟ اش درت عاوتاني؟ علاش الدائرة بغاتني؟ أنا ناشد السيد وكيل الملك، وناشد السيد وكيل العام بالمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، والسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة إلا بالتحقيق. أنا يراسلني السيد وكيل الملك نمشي عنده، يراسلني السيد وكيل العام نمشي عنده، رجال الشرطة ما نمشيش عندهم، رجال الشرطة كيزوروا المحاضر عباد الله، في غنمشي عندهم يفربكوا لي شي محضر ولا يديروا لي في شي محضر اللي بغاو عاوتاني يدفعوني للسجن. انا ما نمشيش عند رجال الشرطه، رجال الشرطه داعريني، داعريني رجال الشرطه، في غادي نمشي عباد الله عند رجال الشرطه الدائره الاولى. ها انا وريتكم النمره ديالهم، ها النمره ديالهم عباد الله، ها النمره ديالهم، ها هي الدائره الاولى اللي قصبت مهديه. اجي لعندنا بغيناك. قلت لهم علاش؟ قال لك اجي عندنا بغيناك. علاش هذا الرعب؟ علاش هذا الرعب وهذا الخلعه عاوتاني وهذا الرعب علاش؟ انا الشرطه ما نمشيش عندها، انا الشرطه فاقد فيها الثقه. الشرطه كتزور المحاضر، الشرطه كتزور المحاضر للمواطنين، ما نمشيش عندهم انا الشرطه. استدعيني السيد وكيل الملك نمشي عنده بالقنيطره، استدعيني السيد وكيل العام بمحكمه الاستئناف بالقنيطره نمشي عنده، استدعيني السي الحموشي نمشي عنده، السي عبد النباوي نمشي عنده، السي الداكي نمشي عنده، الشرطة ما نمشيش عندها، ما عنديش ثقة في الشرطة عباد الله. الشرطة عندنا في المغرب كتزور المحاضر عباد الله، الشرطة في المغرب كتزور المحاضر. عاود عيطوا ليا وقال لي أجي لعندنا الدائرة الأولى، ومعيط ليا في التليفون، أجي عندنا. أنا كنت دفعت واحد الأوراق ديال لاكارت، بغيت نصوب لاكارت، ودفعت واحد الوريقات ديال لاكارت باش نعاودو، دفعتهم جيت للدار عيتبعوني بالتليفون، اجي لهنا، صدقت سمحت في دوك الوراق، سمحت في ديك شهادة السكنة، وسمحت في كل شيء. علاش هاد الرعب وهاد الخلعة سيدي؟ علاش هاد الرعب وهاد الخلعة سي الحموشي؟ علاش؟ اش درت عاوتاني؟ اش درت عاوتاني اللي باغي تعتقلوني؟ اش درت عاوتاني؟ سبيت شي حد؟ عايرت شي حد؟ علاش؟ حيت كنشكي، تنقول عندي محضر. محضر ديال الشرطة ها هو مزورينو ليا، باقي غادي نثق في الشرطة أنا. فقدنا الثقة في الشرطة، فقدنا الثقة في الشرطة ها هو، فقدنا الثقة في الشرطة، كيفاش الشرطة غنمشي عندهم أنايا؟ يلا عيطوا ليا أجي عندنا الدائرة الأولى، فقدنا الثقة في الشرطة، الشرطة كتزور المحاضر، الشرطة كتزور المحاضر، كيتسنيك ما تسنيش، كتدفعك النيابة للحبس، تيدير لك الشرطي اللي بغا. فقدنا الثقة في الشرطة عباد الله، فقدنا الثقة في الشرطة. انا واخا عيطوا ليا ما نمشيش عندهم، ما نمشيش عندهم، كيتعرفهم كيزوروا المحاضر، ما نمشيش عندهم. ما يطل ليا في التليفون اجي عندنا الدائره الاولى، علاش غادي نمشي عندهم؟ شنو داير عاوتاني؟ حيت خرجت نقول لكم محضر ديال الشرطه كتزور المحاضر، هذا محضر ديال الشرطه كتزور المحاضر، علاش دارك ما زوروش ليا المحضر؟ ها هما هادشي بالدلائل وبالوثائق، علاش محضر ديال الشرطه ها هو ما زورش المحضر؟ علاش؟ علاش انا داير ليا هاد الدرك، داير ليا الانكار ونفس المساطير، وهاد الشرطي هذا ها هو زور المحاضر؟ انا ما عنديش ثقة في الشرطة، الشرطة كتزور المحاضر، معروفة في البلاد كتزور المحاضر، كيفاش غنمشي عندهم انا؟ اجي عندنا الأولى، عيط ليا في التليفون، انا وريتكم النمرة ديال التليفون ديالهم، اش بغاوني عاوتاني؟ علاش بغاني يردوني للحبس؟ اش درت عاوتاني؟ اش بغاو عندي؟ اش درت عاوتاني؟ شنو المشكل عندي انايا؟ قلت له شنو عندي؟ وتاتجي عندنا ونقولوا لك شنو عندك؟ وتاتمشي تما ويدخلوك للبنيقة، يدخلوك للحبس، وديك الساعة انت ما عندك لا من تشكي ولا من تحكي ولا من تستدعى، ما جابوهاش ليا. أنا كناشد السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أكناشدك بالتحقيق سعادة الوكيل، أنا كناشدك بالتحقيق، ماشي بالرعب باش يرعبوني هاد الناس. وكناشد السيد وكيل العام بالمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، وكناشد السي الحموشي والسي عبد النباوي والسي الداكي والسي الدخيسي إلا بالتحقيق،
راه كناش تقوم الا بالتحقيق. علاش حتى واحد ما باغي يحقق معايا؟ علاش الجماريك عيطوا ليا؟ ها هي السيده ديالهم، مشيت عندهم، مشيت عندهم عند داك الجمركي اللي قال لي عندك 6 مليون، خطره اخرى قال لي عندك 60، مشيت عندو هادي شي 10 ايام قال لي عندك تخلص 115 مليون ونص. ما كاينش شي مسؤول اللي يحكم في هاد الناس، ما كاينش شي مسؤول في الجماريك. هادي رساله للسيد المدير العام للجماريك بالرباط، عندنا تجاوزات هنا في الجماريك ديال قنيطره. هادي رساله بحال هاد الجمركي هو اللي كيخليني نخرج وندير فيديوهات كيفاش من 6 مليون ل 60 ل 117 مليون ونص. هذا ماشي ظلم ماشي حقره في هاد البلاد، هذا ماشي ظلم ماشي حقره في هاد البلاد. من 2012 وانا كنشكي، وهذه 2023 وانا باقي كنشكي، ماشي حشومه. هذه رساله لصاحب الجلاله، هذه رساله لصاحب الجلاله. من 2012 صاحب الجلاله وانا كنشكي، من 2012 وانا كنشكي يا صاحب الجلاله. وفيديو ديال النائمه في 10 ايام شتيه، وانا من 2012 وانا كنشكي. شوفوا التجاوزات ديال هاد المسؤولين يا عباد الله، اللي بغاو يوصلوها كيوصلوها، اللي ما بغاوش يوصلوها ما يوصلوهاش. علاش؟ انا ماشي مواطن مغربي، انا ماشي مواطن مغربي انا، ولكن عندنا الفرق. المغاربه مقسومين على جوج، لا يهضر ويشكي على حقه ولا هذا، راه ما نتسوقوش ليه، ما نديوها فيه، ما نهضروا معاه، ما نتكلموا معاه، ما والو. واللي يقول هاك كلمه عادي يا سير سيدي، هاد يشوفوك الدنيا هانيه، ما عندناش مشكل. ظلمتونا في هاد البلاد، ظلمتونا وحقرتونا، ظلمتونا وحقرتونا في هاد البلاد. الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق. علاش مصيفط ليا البوليس عاوتاني؟ علاش؟ اشنو اش داير انا؟ علاش مصيفط ليا البوليس عاوتاني؟ اشنو داير انا عاوتاني؟ حيت ناشد السيد وكيل العام والسيد وكيل الملك والسي الحموشي والسي تخيسي والسي الداكي والسي عبد النبوي، كنناشدكم الا بالتحقيق، ما كناشدكم الا بالتحقيق، ما كناشدكم حتى شي حاجه، كناشدكم الا بالتحقيق. واش بغيتو تحمقونا في هاد البلاد؟ واش بغيتو تسطيونا؟ راه حماقينا وتسطينا، ما حيلتنا المعيشه، ما حيلتنا الظلم ديال البوليس، ما حيلتنا الظلم ديال القضاء، قتلتونا. ما عرفنا كنديرو في هاد البلاد، والله ما عرفنا كنديرو في هاد البلاد. تقهرنا بالظلم وبالحقره في هاد البلاد، تقهرنا بالظلم وبالحقره في هاد البلاد. علاش؟ علاش انا هاد الشرطه تصيفط ليا؟ علاش؟ اشنو داير انايا؟ اش درت انا اللي اجي عندنا؟ ما يطل ليا في التليفون، اجي عندنا للدائره الاولى بقسمه مهديه، اجي عندنا. قلت له علاش؟ اشنو تجي ونقول لك اشنو عندك؟ واحد تجي عنده ويخشيك للبنيقه ويبقى هو يتصرف فيك كيف بغا. علاش ما تصيفطش ليا السيده؟ من قضيه عاديه صيفط ليا السيده، جيب ليا السيده، جيبها ليا للدار، قول لي شنو عندك وجيبها ليا للدار ونمشي عندك. تعيط ليا في التليفون، اجي عندنا لهنا، اجي عندنا حتى لهنا ونقولوا لك هنا، تا يدخلك عنده ويخشيك في البنيقه ويقول لك هو اللي بغى. علاش هاد الظلم في هاد البلاد بحال هكا؟ علاش؟ علاش هاد الحقره في هاد البلاد؟ علاش؟ علاش هاد الظلم وهاد الحقره في هاد البلاد؟ تقهرنا بهاد الظلم وبهاد الحقره؟ علاش؟ علاش الفيديوهات ديالي انا من 2012 ما يشوفهم حتى شي واحد؟ وصاحب الجلاله شافها في 10 ايام. الفيديو ديال النعيمه شافوه في 10 ايام، في 10 ايام شافوا امر بالعفو عليها. وانا دوزت العام الاول ظلم، ودوزت العامين الثانيه يلاه خرجت بهذه شهرين. يا صاحب الجلاله ما شتيش الفيديو ديالي انا من 2012 وانا مواطن مغربي؟ انا ماشي مواطن مغربي، انا ماشي مواطن مغربي، انا ما شتيش الفيديو ديالي انا من 2012 وانا كنشكي، ولكن حيت كنشكي بوكيل الملك ومشورطي زور ليا محضر وبرئيسة حكمت عليا بالظلم. رئيسة تحكم عليك بالظلم عباد الله، شوفوا المحضر ديالها هو، شوفوا المحضر ديالها عباد الله. هذه رئيسة تحكم عليك بالظلم وتا شي واحد ما يدير معاها. رئيسة تحكم عليك بالظلم ها هو، وحكمت عليا ب115 مليون بدون محزوز. هايا وما كاينش حتى الممثل ديال الجمارك، هايا مسطرة عليه، هايا مسطرين على شو القضاء باش ما بغى يحكم عليك يحكم عليك.
احنا مسطرين على هاي، حكمت عليا ب 115 مليون بدون محجوز بدون اي اثبات. حرشها عليا وكيل الملك، دارت لي اللي بغاتها انتم. شوفوا هذا ماشي ظلم، هذه ماشي حقره، حرشها عليا شكري. هاد اسماء الحلوش واشنو دارت لي؟ شوفوا انتم هذا ماشي ظلم ديال هاد الرئيسه اللي حكمت عليا هاد اسماء الحلو، هذا ماشي ظلم عباد الله، هذه ماشي حقره. ها الجمارك عباد الله، شوفوا الجمارك، تقديم بدون محجوز، ها هي في مكتوبه تقديم بدون محجوز، ها هي الجمارك تقديم بدون محجوز. مشيت عندو هادي 10 ايام قال لك تخلص 117 مليون ونص، ها هي هادي جاتني من عندهم قال لك تخلص 117 مليون ونص، ها هو جابها لي عون قضائي هادي. يا علاش هاد 117 مليون ونص؟ كنبيع في الأراضي أنا، كنبيع ونشري في المازوط، أنا كنبيع ونشري في المازوط، غنخلص 117 مليون ونص. عندي تمن ناكل أنا وولادي عاد، غنخلص 117 مليون ونص. من 6 المليون ردوها ل 60، من 60 ل 117 ونص، وديروا مليار، ديروا جوج الملاير، ديروا ثلاثة. وهذا هو المغرب، هكا المغرب غادي يتقدم ويزيد لقدام، هكا المغرب غادي يتقدم ويزيد لقدام. علاش هاد الظلم وهاد الحقرة في هاد البلاد؟ علاش عايشين في هاد الرعب؟ علاش عايشين في هاد الرعب وفي هاد الظلم وفي هاد الحقرة؟ كنجدكم غير بالتحقيق، كنجدكم عباد الله غير بالتحقيق، كنجدكم غير بالتحقيق، ما كنجدكم حتى شي حاجة، كنجدكم بالتحقيق. عندي نزاع مع وكيل الملك مع سهيل شكري، هانتوما عباد الله عندي نزاع معاه، هانتوما عباد الله عندي نزاع معاه، ودير بيه أكثر من 200 شكاية. وانتم هو اللي دوزني في السيناف، ها هي سهيل شكري هو اللي دوزني في السيناف. عمركم شفتوا شي نائب تشكي بيه ويدوزك هو في السيناف؟ ولما كتناشد ولما كتغوت وهذاك ديالنا ويدوزك حتى في جهنم كاع، ماشي غير في السيناف، ويدوزك فين بغا هو ويدير لك داكشي اللي بغا هو. يلاه عمركم شفتوا شي نائب تشكي بيه ويدوزك هو في السيناف؟ ها هو اللي دوزني في السيناف، ها هي سهيل شكري. واش ما كاينش مسؤولين في هاد البلاد؟ وفينك السي عبد النبوي؟ وفينك السي الداكي؟ واش ما كاينش مسؤول اللي حاسب هاد السيد اللي اخترق هاد القانون؟ انت شاكي به وعندك عده شكايات عند وكيل العام وعند جميع المسؤولين ويدوزك هو في السيناف. نائب وكيل الملك كان هنا في القنيطره ويدوزك هو في السيناف. هذا ماشي ظلم عباد الله في هاد البلاد، هذا ماشي ظلم في هاد البلاد. يدير اللي بغا هاد وكيل الملك، يدير اللي بغا، يصيفطك للحبس ويدوزك في السيناف، ويدوزك في السطنطاق، ودست عندو في السطنطاق ويدوزك في السيناف، وغوت لمن ما بغيتي البلاد ديالو والقضاء ديالو ووزارة العدل ديالو. انا مشيت لوزارة العدل اش قال لي مسؤول؟ قال لي شكري راجل مزيان. عاود مشيت عندو خطرة اخرى ملي جاوبو وكيل العام قال لي ما عندي ما ندير ليه، هذاك الشيء ديال الملك، الملك هو اللي كيتحكم في وكيل الملك، من غير الملك ما كاينش اللي غيتحكم فيه. يصيفطنا للحبس ظلم، يتكرفص علينا كيف بغى، ويدير لينا اللي بغى هاد وكيل الملك، ويحرش عليا الجمارك، خطره تقول لي 6 مليون، خطره تقول لي 60، خطره تقول لي 117 مليون، والبلاد ديالو، ويدير اللي بغى في البلاد هاد وكيل الملك، يدير اللي بغى في هاد البلاد. حيت ما عندناش دولة، ما عندناش مؤسسات، ما عندناش دولة اللي تحكم في هاد وكيل الملك اللي انا شاكي به ويدوزني هو في السيناف، وينفذ علي الحكم، ودرت به عدة شكايات ولا شي مسؤول بغي يحقق معايا، كنطلبها بالتحقيق، كنطلبها بالتحقيق، وكان ناس السي الحموشي الشرطي اللي زور لي المحضر. هاد الشرطي اللي زور لي المحضر كان ناشد السي الحموشي، على هاد المحضر اللي زور لي منوار عبد الله، هاد الشرطي اللي في لابيجي ديال قنيطره اللي زور لي هاد المحضر ودارني كنمشي للفنيدق كنجيب 100 قرعه في السيمانه، ودارني كنكري سياره من لوجونس، وكنجي على وسائل النقل، ومن 2010 حتى 2012 وهو مرصد ليا وهو حاضيني والشرطه حاضياني كامله، وهو راه كيهضر معايا في التليفون هاد الشرطي هذا.
وقلتها للفرقه الوطنيه، قلت لهم ها 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 البورتابل عندي، قلتها للوكيل العام، قلتها لاي، وعيطوا ليه وحقوا معاه وعرفوا الحقيقه وميكوا عليه. ديالهم ديالهم ما يقدروش يخسروا شرطي، شرطي كيزور المحاضر وديالهم ما يقدروش يخسروه. غوت ولا شكي ولا دير اللي بغيتي. اختو كتقولوا الحوش عطيتكم الهاتف النقال، قلت لكم ها هو شوفوا شنو كاين تما انا بيني وبين هاد الشرطي، شوفوا شنو غتلقاو فيه. هو اللي كان يعلمني، راه شكري خلى عليك البلانات، راه شكري ولد خويا كانوا شدوه ومشى عندو للحبس وتصنت ليه وهذا، ومني جابوه الله غد ليه للمحكمة قال له شكري، قال داك الشرطي سير خليهم على عبد الكبير. وعيط ليا وقال لي عندك تجي للمحكمة، راه شكري خلى عليك البلانات، انت راه هذا علاش هاد الشرطي ما يحاسبو حتى شي واحد وكيقول لك انا اختفيت من 2010 حتى 2012. ماشي ظلم هادشي، ماشي حفرة في هاد البلاد، ماشي ظلم. علاش هذا الشرطي تسترو عليه وانا ديما تصيفطوني للحبس؟ ظلم. اش داير انا في هاد البلاد؟ اش داير انا في هاد البلاد؟ اش درت؟ سبيت شي حد؟ عايرت شي حد؟ اخترت رزق شي حد؟ كليت شي حد؟ اشنو درت في هاد البلاد؟ انا ما دايرت شي حاجة، مواطن بسيط مغربي، مواطن بسيط مغربي كأيها الناس. علاش تا واحد ما باغي يحقق معايا انا؟ علاش هذا هو المشكل؟ علاش تا واحد ما باغيش يحقق معايا؟ اشنو داير انا؟ ولا كيحيت كنشكي بشرطي برئيسة تحكم عليك بالظلم، هذا هو القضاء المغربي، رئيسة تحكم عليك بالظلم وما يحاسبها تا واحد وما يحقق معايا تا شي واحد. حاكم عليا ب 115 مليون الجماريك بدون ممثل جماريك بدون اي اثبات. انا وريتكم المحضر في البلاصه من عند شكري لعندها، من عند شكري لعندها، باش تعرفوا انا كنبين لكم الاحكام ديال القضاء في المغرب. من عند شكري من استنطاق لعندها ديريكت، قفت قدامها طلبت المواجهه، رفضات لي المواجهه، طلبت توخير رفضات لي التوخير، الميل بجاز وكترعد وكتحكم عليا وكترعد، عرفتو محرشة عليا، كتحكم عليا وترعد. هذا ماشي ظلم في هاد البلاد، ماشي حقرة في هاد البلاد، راه حشومة والظلم والحقرة في هاد البلاد، راه حشومة والظلم. أنا كناشد صاحب الجلالة، الله ينصرك ويطول لينا في عمرك، الله ينصرك يا صاحب الجلالة، أنا كناشدك من هاد المنبر، انا كناشدك وكنبغي صوتي يوصل لك، راه من 2012 وانا كنشكي ولا شي واحد بغى يحقق معايا. انا كناشدك، كناشدك امام العالم، راه من 2012 وانا كنشكي وبغيتك عاد تشوفني انا كيما شتي نعيمه في 10 ايام، في 10 ايام شتي نعيمه وامرتي عليها بالعفو، وانا مواطن مغربي من 2012 وانا كنشكي، كتشوفني عن الفرقة الوطنية والبوليس كيشدوني كيديوني للحبس، داوني بعام وداوني بعامين وهما عيطوا لي عاوتاني شوف شحال غيديوني، حيت كناشد بالتحقيق، كناشد بالتحقيق، ما كنسب حد، ما كنعير حد، ما والو، أنا كناشد بالتحقيق، أنا كناشد بالتحقيق. هاي الدائرة الأولى ديال قصبة مهدية، ها هما عيطوا ليا في التليفون، اجي ها النمره ديالهم، ها النمره ديالهم باش عيطوا ليا، ها النمره ديالهم باش عيطوا ليا، اجي لعندنا بغيناك، اش بغيتوني عاوتاني؟ ما عنديش الثقه في الشرطه، عيب الله، ما عنديش الثقه في الشرطه نهائيا. راه يستدعيني السيد وكيل الملك نمشي عنده، يستدعيني السيد وكيل العام نمشي عنده، راه تستدعيني الشرطة ما نمشيش عندها، أنا في داري جالس، إلا بغيتوني أجي هرسوا الباب وديوني، أجي هرسوا الباب وديوني، راه ما نمشيش عندكم. راه الشرطة كتزور المحاضر عباد الله، الشرطة كتزور المحاضر، تا هذاك لاكارت اللي غنبدل سمعت فيه، سمعت في ديك شهادة السكنة ما بقيتش بغيتها كاع، ما عندي ما ندير تا لاكارت، تا لاكارت ما عندي ما ندير بها. علاش هاد الظلم وهاد الحكرة عباد الله في هاد البلاد؟ علاش تحقرنا؟ علاش تظلمنا في هاد البلاد؟ نتم غادي يجي لعندنا وأقول لي علاش، وتا تجي لعندنا ونقولوا لك علاش؟ تا
تاو يشدك ويخشيك في البرق ما يخليك لا فين تهدر ولا فين تتكلم ولا حتى شي حاجه. وانا كان ناشط سيد وكيل الملك بالمحكمه الابتدائيه بالقنيطره، وكان ناشط سيد وكيل العام بالمحكمه الاستئناف بالقنيطره الا بالتحقيق، وكان ناشط سي الحموشي والسيد داكي والسي عبد النباوي والسي الدخيسي الا بالتحقيق. اكن ناشدكم رانا مظلوم، رانا مظلوم، رانا مظلوم، راه كناشدكم الا بالتحقيق. وانا في ما ناشدكم بالتحقيق ديوني للحبس. شوفوا يا عالم، شوفوا يا مغاربه، شوفوا يا الشعب المغربي، راه اللي كيشكي على حقه الحبس، اللي كيشكي على حقه الحبس. انا خرجت فيديوهات كناشد على حقي، كناشد على التحقيق عيب الله، كناشد على التحقيق. هما استدعتني الدائره الاولى، عيطوا لي في التليفون اجي لعندنا. ما غنمشيش عند الشرطه، انا الشرطه كتزور المحاضر، ما نمشيش عندهم. نمشي عند السيد وكيل الملك يستدعيني، نمشي عنده. يستدعيني السيد وكيل العام، نمشي عنده. لا الشرطه ما نمشيش عندها، ما عنديش ثقه في الشرطه نهائيا، ما عنديش ثقه في الشرطه. الشرطه عباد الله كتزور المحاضر، ها هو باقي عندي محضر عباد الله مزورها، باقي عندي محضر عباد الله مزورها، ما شافني، ما هضر معايا، ما تكلم معايا، ما والو. من البيرو داني للجيو، بقيت جالس السيلون تما، تا لا غد ليها جي سني، ما بغيت نسناك صحة وداك، واخا ما تسنيش، غيديوك للحبس. رانا معروف هادشي في المحكمة عندنا في الابتدائية، كي سنيتي كي ما سنيتيش تسير للحبس. دار ليا مساطير مرجعية، شنو هما هاد المساطير المرجعية؟ واحد قد يطرو جاي سكران من كازا، عندك نقاش مع شرطي هنا ولا هذا يلصق عليك بلان، هذا راه قال لينا تقديت من عند فلان. شحال من خطرة داروا لي المواجهة تيقول له والله ما تقدينا من عنده، والله ما تقدينا من عنده. وهاد نمشي عند الشرطة أنايا، الشرطة تلصق عليك المحاضر، البلانات هكاك ظلم. مساطير مرجعية شنو كتبتهم هي المواجهة؟ دير لي المواجهة، وإلا عندي شي حاجة اعتقلني، دير لي اللي عجبك. تشدنا بدون مواجهة، بدون أي إثبات، سير للحبس، سير للحبس. هذا هو المغرب، هذا هو المغرب عباد الله، راه هذا هو المغرب، راه هذا هو المغرب، وهذا هو الحكم ديال المغرب، وهذو هما المساطير ديال المغرب. يشدك يدير لك مسطرة مرجعية، هذا تقدا يطرو من عند هذا، ولا تقدا طريفة من عند هذا، واخا عمدا بزماه، واخا عمدا بزماه. أقسم لكم بالله إلا عاف هاد الشدة ديال هاد العامين، إلا واحد كان معايا في الحبس مشدود معايا، ناقش هو وصاحبه، ناقش هو وصاحبه، ها مناقشين. هذاك شدوه بكيلو ديال الحشيش، قال لهم راه ديال فلان. جابوا هذاك السيد الآخر عطاوه 3 سنين اللي ما داير والو، مسكين عام ناقش معاه. وهذاك الآخر خدا عام اللي عنده الكيلو ديال الحشيش. وبقى فينا هذاك السيد ما داير حتى حاجة، وهذاك اللي جابو تيقول لك والله ما ديالو شي حاجة. ولكن أنا قلت لهم ديالو، كيفاش إنسان يقول لك هذا ديالو دير الحبس؟ يقول لك هذا راه ديال هذا، هو ما شايفو، ما عنده إثبات، ما عنده حتى شي حاجة، اعتقلوه ديو الحبس ظلم. وكاك داروا لي أنا، كيشدوك عندك مسطرة مرجعية، يشدك ويديك للحبس، كيحيد داير لك التجارة، داير لك التجارة، داير لك بائع الخمر المسلمين بدون رخصة. ماشي حشومة هاد الظلم وهاد الحقرة اللي في هاد البلاد عباد الله، ماشي حشومة هاد الظلم. شدك نيابة وديك للحبس ظلم، ديرو لما ديرش، تحقق معاك ولا ما تحققش، سير الحبس دبر راسك معاه. الله يرحم الوالدين، انا كناشد المسؤولين، الله يرحم الوالدين، انا كناشدكم الا بالتحقيق، الله يرحم الوالدين، انا كناشدكم الا بالتحقيق، انا كناشدكم الا بالتحقيق. ولا بغيت ديوني للحبس مرة ثالثة ديوني، انا راه غنبقى ناشدكم الا بالتحقيق. انا راه مظلوم، انا في المغرب مظلوم عباد الله، انا كنعيش في قنيطرة وفي المغرب، انا مظلوم مواطن مغربي كنعيش في الظلم، في القاهرة، في الحقرة، في الاعتقالات. هادشي في كنعيشو عباد الله، هادشي في كنعيشو، وفي الرعب ديال البوليس.
جالس مرتاح ما عليا ما بيا، اجي الو الدائره الاولى اجي لعندنا، انا وريتكم النمره باش عيطوا ليا، اجي الدائره الاولى اجي عندنا بغيناك. علاش الظلم وهاد الرعب عباد الله؟ علاش الظلم وهاد الرعب في هاد البلاد؟ علاش؟ علاش ما تخليوناش نعيشوا مع ولادنا هانيين وترانكيل؟ علاش ما تخليوناش عايشين وترانكيل مع ولادنا عباد الله؟ علاش؟ غتحمقونا غتسطيونا غتهبلونا، وكنطلبكم على التحقيق فقط. انا كناشد من خوتي داخل المغرب ولا خارج المغرب، متى الصحافة ديال المغرب راه مانعينهم عليا لا ينشرني شي واحد في شي جريدة ولا تجي شي إذاعة ولا شي حاجة تصور معايا ولا تشوف هاد الشكايات اللي عندي كاملين فياج ديال الشكايات وهادشي، مانعينهم. هذاك خليه يغوت ما يتصوت له ما يتصنت له تا واحد، هذاك خليه يغوت ما يهضر معاه تا واحد، ما يمشي عندو تا شي واحد. اوكي حيت انا ارهابي، انا ارهابي، انا اللي كناكل اموال الدولة، انا اللي خايف مني انا، ولكني كنخلي لكم الله، حتى الصحافة كنخلي لهم الله، وغدا يوم القيامة تحاسب على داك الباتش اللي داير في صدرك. احنا كنشوفو شوف تي في، والبارح جالسة مع واحد المرأة كتقول لها وقولي اختي وكيفاش كداوي الدكار اللي فيه التكماش وفيه هذا، ما تجيش تداويني انا اللي المظلوم ومحقور، ما تجيش عندي انا وتجلسي معايا انا وتشوفيني هاد الشكايات ديالي وهاد الحقره ديالي اللي داير انا. جالسة مع وحده بارك لها اختي فيه التكماش فيه هذا نسرحوه كيفاش نديرو ليه، هذه هي الصحافه ديال المغرب، هذه هي الصحافه ديال المغرب، مقابلين على التكماش النقصان الزياده، ما تشوفوش مواطن راجل كبير في عمري 63 سنة كنغوت من 2012 وانا كنشكي، ولا شي مسؤول بغى يجي عندي يحقق معايا ولا شي صحافي ينشرني في شي جريدة ولا هذا. كنتمنى من شي صحافي رجول جريء معنى الكلمة راد حليب مو ينشرني وينشرني في الجرائد من اجل الظلم والتظلم في هاد البلاد داخل المغرب ولا خارج المغرب. وكان ناشد السي الحموشي والسي الدخيسي والسي الداكي والسي عبد النباوي والسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية والسيد وكيل العام بالمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، كان ناشدكم إلا بالتحقيق، رانا مظلوم، رانا مظلوم عباد الله، رانا مظلوم. واش ما عييتوش بهاد المناشدة؟ ما عييتوش بهاد المناشدة؟ شحال وأنا ناشد فيكم وشحال وأنا نغوت وشحال وأنا ندير؟ فين هي تشوف تي في؟ كما قلت لكم راه كنضلوا جالسين، ما يجيش عندي شي صحافي يحقق معايا انا، ما يجيش عندي شي صحافي يدير معايا شي جلسه ويشوف هاد الشكايات ويشوف هاد، عندي الادله، عندي جوج المحاضر مزورين، عندي الظلم، عندي الحقره، ما يجيش شي واحد يحقق معايا ولا يشوف معايا. وانا كناشد شي صحافي حر رجل ولد مو باه، ماشي شي طماع، ماشي شي فليسي، شي صحافي حر او يوتيوبر. انا كنجدو ينشر صوتي، الله يرحم ليه الوالدين، الله يرحم ليه الوالدين، ينشر صوتي الله يرحم ليه الوالدين من اجل الظلم والتظلم. انا راه ما كندير حتى حاجه، كنجدو بالتحقيق، كتبوا كتبوا قولوا حقه مع هذا الرجل، راه كتب العام اللي قبل ما تشد كتب واحد الصحفي قال لهم حقه معاه هزوني ادوني للحبس. وزعما راه جات لي الفرقه الوطنيه، وكتعرفوا الفرقه الوطنيه كديك خاصها تفليك، وداتني الفرقه الوطنيه حطاتني في سيلون، طلعوني لغد لي حطوا لي على التليفون، هاتي هاد الفيديوهات ديالك، هاد الصوت ديالك، اه قلت له هذا انت اللي كتسب، قلت لهم سقسوني علاش كنسب، قال لي لا حنا كنديروها السباب، صافي ودفعوني للحبس. كان عندي امل كبير في الفرقه الوطنيه، كنتمنى تحقق معايا وتعرفني علاش كنسب وعلاش كندير وعلاش هذا، ساعات والو،
انا كنديروا على السبان نسير فحالك. وفي المحضر داروا ليس عنده ادله وكذا وكذا، ما سقسني حتى واحد، ما سقسني حتى واحد في الفرقه الوطنيه. وداروا هذاك الشيء وداروا هذا الشيء اللي كاين. واش غنقول لكم اخوتي؟ اش غنقول لكم؟ راه اللي بغاو يديروه كيديروه، اللي بغاو يديروه كيديروه في هاد البلاد. راه تقهرت من الظلم، تقهرت من الظلم ومن الحقره، تقهرت من الظلم. كنتمنى من شي نهار شي واحد يحقق معايا ونحيد هاد الفيديوهات ونحيد هاد الشيء. كنتمنى من الله شي واحد يحقق معايا نحيد هاد الفيديوهات وهاد المشاكل وهاد الصدارات. تقهرنا. وكناشد صاحب الجلاله الله ينصرك والله يحفظك، شوف الفيديوهات ديالي انا راه من 2012 وانا كنشكي. راه الفيديو ديال النعيمه في 10 ايام شتيه، وانا راه من 2010 يا صاحب الجلاله، 2012 يا صاحب الجلاله وانا كنشكي. كتشوفني على الشرطه كديني للحبس. علاش؟ حيت كنطلب بالتحقيق. كنشكي بوكيل الملك، كنشكي برئيسه محكمه، كنشكي بشرطي زور لي المحضر. هادو اللي خاصكم تشوفوهم، عيطوا لي وحقوا معايا. علاش هاد الرئيسه حكمت عليا بالظلم؟ علاش هاد الرئيسه ما دارت لي لا مواجهه ولا تحقيق ولا حتى شي حاجه؟ من عند شكري لعندها حكمت عليا بالشهور ديال الحبس 115 مليون الجمارك. حرش عليا تا الجمارك. مشيت للجمارك ها اللي يقول لي 6، شويه يقول لي 60، شويه يقول لي واش غاد. عاوتاني خطره اخرى استدعيوني نمشي عندكم قولوا لي مليار. علاش هاد التجاوزات فهاد الجمارك ديال 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 القنيطره؟ علاش؟ علاش هاد الظلم وهاد الحقره؟ واش ما كاينش شي مسؤول اللي يراقب هاد الناس؟ هذا ميساج للسيد المدير العام للجمارك بالرباط، يشوف هاد الملف ديالي. راه في القنيطره يشوف هاد الملف ديالي ديال هاد الناس اللي كيتلاعبوا بالصرف كيف بغاو. يدير لك 60، يدير لك 6، يدير لك 115، يدير لك اللي بغا. ما كاينش شي قانون، ما كاينش شي قانون في هاد الجمارك ديال الظلم اللي في قنيطره. قهرتونا بالظلم، ديما مشحفينا، ديما مشحفينا ومعطشينا. علاش؟ كيحيت كنطلب بالتحقيق، كيحيت كنطلب بالتحقيق لا اقل ولا اكثر. وكنقول لكم الشرطه ديال الدائره الاولى ديال قصبات مهديه عيطتي لي في التليفون وقلتي لي اجي لعندنا. انا ما غنمشيش عندكم، ما عنديش ثقه في الشرطه. الشرطه كتزور المحاضر، الشرطه ظالمه كتزور المحاضر للمواطنين. استدعيني السيد وكيل الملك نمشي عنده، استدعيني السيد وكيل العام نمشي عنده.